تمام، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده ان شاء الله، هل انا في لعبة كمال الاجسام خسران ولا كسبان؟ احب اقول لك انك خسران، خسران مش كسبان خالص. طيب يا عم، ده البيج رامي كسبان، ده الشحات مبروك كسبان. الناس دي كسبت من ايه؟ الناس دي كسبت من ايه؟ كسبت من البطولات؟ صعب. كسبوا من ايه؟ الناس دي كسبت من الرعاية، الرعاية اللي بتجيلهم. تمام، يعني واحد زي بيج رامي بيقول لك انا ما كسبتش من كمال الاجسام الا متاخر قوي. ليه؟ عشان بقى بني ادم مشهور. تمام، فاللعبه نفسها اللي بتجيبه بتصرفه. يعني انت حتى لو طلعت اول بطوله بتاخد الفلوس بتحطها في كرسي تاني. يعني لعبه بشعه جدا. انا بشجعش اي حد انه يلعبها، لعبه بشعه وانانيه جدا. يعني ايه؟ انت كسبت تاخد الفلوس بتاع المكسب بتاع البطولة وتحطها في البطولة تانية. انا اصلا انا هحضر واحدة كمان. تحس ان جسمك ده بقى مختبر، بقى معمل، بقى اداة كده اللي انت بتحط فيها كماوي. انت فاهم، جاب جردل وقاعد تجيب فلوس، وايه الفلوس معاك؟ فلوس، هعمل انا كورس حلو، حط في الجردل كماوي، حط سترويدز، حط حاجة زي الزفت. ما انصحش اي حد ان هو يلعب الرياضه ديت. الرياضه ملهاش دعوه بالصحه تماما. الناس ديت جابت فلوس ازاي؟ الناس دي جابت فلوس عشان مشهوره. شحات مبروك بيج رامي، الناس دي جابت فلوس عشان مشهورين. مثلا واحد زي عطيه شعلان برضك، يعني اهو واحد برضك مشهور في كمال الاجسام. يعني هل ثروته او هل الفلوس اللي معاه تتقارن بالبيج رامي؟ مع انه بطل كمال الاجسام. ليه؟ مش قوي، انا معرفش بصراحه، لكنه مش قوي، مش زيهم. ليه؟ عشان الراجل ده ما عندوش سبونسرز زي الناس دي. هي الفكره كلها في السبونسرز، الفكره ما هيش في اللعبه نفسها. اللعبه نفسها مش زي الكوره، مش زي اي رياضه. خلي بالك، هي بيبقى عائق كبير منها من الرعايه. بس الفرق في اللعبه الزباله دي، لعبه كمال اجسام، ان هي بتاخد الفلوس بتاع المكسب بتاعتك، فرحتك، سعادتك اللي بتاخدها من الفرحه من البطوله. انت بتاخد بس الميداليه بتحطها وتاخد الفلوس تروح تجيب بقى كرسي تاني. طب ازاي؟ مش منطقي خالص. ف يا جماعه، مهما يضيق بينا ومهما نتخنق، كلام للناس اللي جسمها كويس وجيناتها كويسه، مهما نتخنق، مهما يضيق بينا الحال، يا جماعه ما نأذيش نفسنا، ما نأذيش نفسك. دي مش ملكك، دي ملك ربنا. ربنا مديلك امانه. انت تعرف الاجهزه اللي جواك دي شغاله ازاي؟ تعرف الاجهزه اللي ربنا حطها جواك شغاله ازاي؟ ما انتش عارف. يبقى انت مش اللي خلقها في نفسك، مش انت اللي حطيتها في جسمك، ربنا اللي اديها لك. واحد اما يديك امانه تحافظ عليها ولا تهين الامانه؟ ربنا مديك امانه، حافظ على الامانه، حافظ عليها. يعني حتى اما بنموت بياخدوا الجثة بتاعتنا ويقول لك سلم الأمانة. هي أصلا مش ملكنا، هي الجسم ده مش بتاعنا، ده روحك محطوطة في الجسم ده، وعاء بس، وعاء. فنحافظ عليه يا جماعة. ربنا ادانا، نمي روحك، استثمر في روحك، استثمر في روحك بالعمل الطيب، بالكلمة الطيبة، بالعمل الخير، بمساعدة الناس، بتشيل أذى عن حد، بتنصح ناس بشيء كويس. نمي روحك، ده تنمية للروح وتزكية للنفس. مش كل حاجة تبقى لنفسك أو لجسمك أو لشكلك، ما ينفعش. فالرياضة دي صعبة جدا يا جماعة، مكلفة جدا. اللي أنا أجيب المكسب بتاعي واخده وأحط في بطولة تانية، شيء صعب، شيء صعب. يعني أنا أعرف ناس بتخلص البطولة بتستلف فلوس، يعني بتاخد الفلوس اللي طلعت لها، مثلا طلع مركز ثالث رابع خامس بياخد فلوس. مثلا اصلا يعني الثلاثه بس الاولين هم اللي بياخدوا. يعني لعبه ما في ظلمه جدا، لعبه ظلمه جدا. يعني شوف كميه الناس اللي بتخش البطوله كم واحد، وشوف المكاسب او كم واحد بياخد مكاسب البطوله، يتعدوا على الصوابع. ايه العدل في كده؟ ايه العدل في كده؟ ايه العدل ان اللي يعني ثلاثة بس ياخدوا المكسب، وأول واحد ده بيبقى واخد يعني ضعف التاني؟ يعني شوف الفرق كمان.
لعبة ظلمة جدا ومهيش فير، ولا في جوايزها، ولا في اي شيء بصراحة. انت بتقعد تكلف على نفسك تكلف على نفسك. طب هي لو مجزية، وهي لو بتدي عائد، انت عارف احنا عندنا كام لاعب مثلا في مصر او في الوطن العربي، كام لاعب كمال اجسام؟ كتير جدا كتير جدا. الصالات مليانة مليانة، ابطال جيناتهم زي البيج رامي واحسن من البيج رامي كمان. الفكرة في اللي يصرف يا باشا، وانت مش عجل، انت مش عجل تسمين عشان واحد يجي يقولك انا هصرف عليك، يقعد يحقن فيك زي ايه يا عم؟ في ايه؟ أنا طبعا بنحترم الناس كلها، بحترم بيج رامي، بحترم شحات مبروك، يعني احنا لازم نحترم الناس كلها، لكن الفكرة في توعية. احنا بنوعي الناس، بس بنوعي الناس المخدوعة، الناس يعني العيال الصغيرة او الشباب الصغيرين اللي طالعين وقاعدين مفكرين الناس العضلات ديت سوبر مان، بيبص عليه ان هو الاخ قدوة. ايه ده؟ فظيع ده، حاجة غير ادمية. ده ايه ده؟ ده احسن من البني ادمين كمان. بيشوف قدامه جسم رهيب، العيال الصغير بيتوهم. ايه اللي بيخليه يتوهم بسوبر مان ولا سبايدر مان؟ ولا الناس دي عندها قدرات خارقة، فهيبص الراجل ده ان هو خارق، قدوة. فللأسف بيجي يكتشف اما يمشي وراه في السكة، يكتشف ان الموضوع ملوش دعوة بالخرقنة خالص، وملوش دعوة ان البني ادم ده مهوش بطل ولا شيء للأسف. يعني الهرمونات هي اللي بطلة، يعني الهرمونات، يعني المفروض نجيبه كده ونجيب جنبه شنطة هرمونات ونقول يعني انت والهرمونات. بلاش نمشي في السكة اللي فيها أدوية وفيها مرض، وما احناش عارفين الكواليس بتاعتها. يعني الكورة احنا دينا عارفين الكواليس بتاعتها، نخش في يعني عارفين بيعملوا ايه، بيتمرنوا ازاي، بياكلوا ايه. اللاعب عشان يبقى لاعب محترف بيعمل ايه؟ السباحة، أي لعبة فردية تانية، عارفين ايه المفروض تعمله عشان تبقى لاعب كويس. فدي مش دي فيها خفايا ومش باينة خالص، وشيء بشع والله العظيم. جسمك يقعد يطلع دم مكان الضرب، شيء لا آدمي، شيء لا آدمي. حتى يقول لك أنا بقيت حيوان، أنا بقيت بضرب الحقنة في أي حتة، في رقبتي، في دراعي، في صدري، شيء فظيع، شيء فظيع. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ده الواحد بيخش المستشفى يقول يا رب طلعني من هنا سليم، يا رب اشفيني، واحنا بندخل نفسنا المستشفيات بإيدينا. يا عم يعني خلاها في فيديو تاني، خلاها في فيديو تاني. يلا سلام.